أنا بوحد اللي خلق الناس، ما هو خلق مسلمين ونصارى. ما ناس نايمة على فرش، وفي ناس وناس عالمعايش حيارة. ده لولا النبي ما كان الكون أنار، ولا شمس من شر جبل، ولا كان فيه ليل ونهار، ولا ناس صلت وصامت. ابتديت الأول كنت في مسرح السويسري مع أستاذة فاطمة سرحان، وقعدت فيها فترة بتاع 4 سنين. إيه اللي يفرق المغني الصعيدي عن أي مغني تاني؟ والله الصعيدي بيقول باللغة بتاعته، لغة الصعيد. لكن الفنان المصري بيقول بلغة الشعب المصري. يعني الفرق في اللهجة بس. في اللهجة بس، مش أكتر من كده. كل الغنى اللي انت بتقوله قديم ولا بتقول حاجات جديدة؟ لا، ما هو الأغاني بتاعتنا القديمة هي هي، ما بس التراثية، التراث قديم أبا عن جد.